السلام عليكم. في الفيديو ده هنشرح الاسوسيشن رولز. طيب، في الحقيقة انا حبيت اعيد تسجيل الفيديو ده تاني، لاني حسيت ان في الفيديو اللي كنت نزلته قبل كده كان في توهان جامد، ممكن ناس تاهت ما عرفتش ايه اللي المفروض تطلع بيه من الفيديو، فعشان كده حبيت اعيده تاني. وقبل ما نبدأ بقى هحدد ايه الحاجات اللي المفروض تطلع بيها من الفيديو ده. طيب، المفروض تفهم يعني ايه ماركت باسكت ترانزاكشنز، ويعني ايه في الاصل الترانزاكشن ده، وايه هي الايتم سيتس، ايه الفريكوينت ايتم سيتس، يعني ايه اسوسيشن رول، وايه هي الكونفيدنس والسبورت بتاع الاسوسيشن رولز. ادي المفروض تطلع بيه من الفيديو ده. طيب، نبدا بقى. بالنسبه لاي بزنس بيتعامل مع كاستمرز، ففي كل ما البيزنس ده بيكون كبير بيبقى فيه داتا كبيرة جدا بتنتج عن التعامل ده مع الكاستمرز. كمثال، اي سوبر ماركت كبير او هايبر ماركت بيبقى فيه يوميا الاف الكاستمرز، هو اوريدي عنده مئات الفروع مثلا، فبيبقى كم الداتا مهول. فالداتا اللي معانا دي كده كلها اكيد مش هنسيبها ايه نرميها مثلا ولا حاجة، عايزين نشوف بقى ايه الاناليسس بتاعها هيدينا افكار عاملة ازاي. طيب، الداتا دي بتتسجل في حاجة اسمها ماركت باسكت ترانزاكشنز، ده الشكل اللي احنا هنشتغل عليه. ايه هو الماركت باسكت ترانزاكشنز؟ تيبل بالشكل ده مكون من حاجتين، التي اي دي والايتمز. التي اي دي ده الترانزاكشن اي دي، يعني ترانزاكشن رقم كام، واحد ده رقم اتنين ده تلاتة ده اربعة and so on. واللي موجودين هنا دول الايتمز. كل رو في التيبل ده هو عبارة عن ترانزاكشن، يعني بعتبر كل رو هنا دي الايتمز اللي اشتراها كاستمر 1، دي الايتمز اللي اشتراها كاستمر 2 and so on. يعني كأنها كاشير مثلا، واحنا مسجلين بالشكل ده من على كل كاشير يعني. طيب، يهمني بقى حاجة تفهمها دلوقتي، ان السيت دي اسمها ايتم سيتس، كل سيت من دول ايتم سيت. الايتم سيت دي هي السيت اللي بيكون فيها الايتمز اللي اشتراها الكاستمر اللي عمل الترانزاكشن ده. طيب، بعد ما جمعنا الداتا بالشكل اللي احنا شفناه ده، عايزين نعمل اناليسز للداتا دي علشان نفهم الكاستمرز بتاعتنا ايه البيرتشيسنج بيهيفير بتاعهم، الناس دي عايزه تشتري ازاي او بتفكر ازاي وهي بتشتري. طيب، ده هيفيدني في ايه؟ من الحاجات اللي هيفيدني فيها لما اجي اعمل بروموشنز، عايز اعمل خصومات عروض، الحاجات اللي زي دي، الحاجات دي ما تتعملش عشوائي، الحاجات دي لازم يكون فاهم الكاستمرز بيحتاجوا ايه وبيحبوا ايه، وايه الحاجات اللي ممكن يميلوا ان هم يشتروها مع بعض علشان طبعا اكسب اكتر. طيب، حاجه تانية، الانفنتوري مانجمنت. الانفنتوري مانجمنت يعني سي مثلا انا لقيت ان برودكت اكس ده الناس بتسحب منه كتير جدا، ما ينفعش افضل يعني ما ينفعش وانا بعمل اوردر للمخزن بتاعي افضل اجيب نفس الكميه، انا محتاج بقى كده ايه اجيب كميه زياده. يعني سي مثلا انا معايا كميه مثلا بجيب شحنه مثلا كل اسبوع، لقيت ان الناس بتسحب جامد جدا من البرودكت ده ما بيكفنيش الاسبوع، فانا باخد بالي من الحته دي ازاي؟ بان انا بعمل اناليسز للداتا، فابدا اطلب بقى لا شحنتين في الاسبوع ثلاثه في الاسبوع and so on. طيب، ايه الاسوسيشن اناليسز؟ نبدا بقى نتكلم في الاسوسيشن. اسوسيشن اناليسز بيجيب هيدن ريليشن شيبس في اللارج داتا سيتس، ده فكره الاسوسيشن. يبقى ميزته ان هو بيطبق على اللارج داتا سيتس، بيجيب لي فيها الهيدن ريليشن شيبس، حاجات ممكن ان انا ما كنتش ايه واخد بالي منها. طيب، الفورم بتاعه الاسوسيشن رول ده، احنا قلنا اسوسيشن اناليسز وهي عباره عن الرولز. طيب، اسوسيشن رولز دي الفورمز بتاعتها عامله ازاي؟ بالشكل ده كده، if a then b. طيب، دي خلي بالكم دي ست، دي زي الايتم سيتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها ورا في الجدول، فتحتمل ان الاي دي يكون ست كامله، يعني الاي ممكن تكون ايه مثلا بريد وميلك، ممكن البي تكون بريد وميلك وديابرز وبير، يعني مجموعة حاجات مش لازم تكون حاجة واحدة. طيب، الشكل ده
بيعرض ايه؟ الرول ده بيقول لي ان في strong relationship ما بين بيع برودكت A وبيع برودكت B. ليه بقى؟ عشان many customers من اللي اشتروا برودكت A راحوا اشتروا كمان برودكت B. واحدة واحدة وهنشوف الاكزامبلز الدنيا دي ممكن تمشي ازاي. بس عموما خلينا فاهمين حاجة، ان اللي اشتروا برودكت A ناس كتير منهم او معظمهم اشتروا برضو برودكت B. يبقى انا كتبت الاسوسيشن رول بالشكل ده. طيب ايه الابليكيشنز اللي ممكن اعملها من اللي احنا فهمناه لحد دلوقتي؟ قال لك الشوبينج سنترز ممكن تستفيد من الحاجات دي انها تحط الايتيمز بترتيب معين. يعني اي شوبينج سنتر كبير ترتيب الايتيمز فيه ما بيكونش عشوائي، بيكون بناء على الاناليسز ده، الاسوسيشن رولز اللي احنا شفناها ورا دي. هيبقى في منها فورمز كتير من الداتا اللي معانا يبداوا يرتبوا حاجتهم بالشكل ده. طيب اكزامبل كان عمل وولمارت ان هم اكتشفوا ان اليونج ميلز الامريكان بيتند ان هم يشتروا بعد الظهر، وهم بيشتروا مثلا حفاضات الاطفال بيشتروا معاها بيرة مثلا، حاجة لاحظوها في المبيعات. لقوا ان في اي حد بيشتري يعني بعد الظهر يوم الجمعة ميل واشترى حفاضات بيشتري معاها بيرة. طيب طبعا يعني اللي يسمع حاجة زي كده كلام فارغ طبعا، ايه اللي انت استفدته من حاجة زي كده؟ قال لك لا، وولمرت قامت شافت بقى الكلام ده قالت لك طب ما تحط لهم البيرة جنب الحفاضات. لما حطت دي جنب دي مبيعات البيرة عليت. اذا طلعوا باستفادة جامدة جدا، فلوسهم زادت. بدأ بقى بعد كده ايه الشوبينج سنترز تقلد في الحتة دي، يعني يبدأوا برضو يعملوا اناليسز للداتا بتاعتهم ويشوفوا الناس بتند انها تشتري ايه مع ايه. طيب حاجة تانية من الابليكيشن، امازون لما بتيجي تعمل لك ريكومنديشن لايتمز، انت مثلا دخلت سيرش مثلا على لابتوب، تيجي بعد شوية تقوم عاملة لك ريكومنديشن على مجموعة حاجات تانية. طيب ده بناء على ايه؟ برضو اسوسيشن رولز زي كده. هو بيحاول يشوف معظم الكاستمرز اللي عملوا سيرش على نفس الايتم اللي انت عملت لها سيرش دي عملوا سيرش على ايه كمان. طيب عندك جوجل اوتو كومبليت، انت لما بتكتب كلمة معينة في جوجل سيرش بيطلع لك على طول ايه كلمة اقتراح كده، بيطلع لك ممكن اكتر من حاجة اقتراحات. طيب الحاجات دي جات لك بالسرعة دي ازاي؟ قال لك عشان هم عندهم فريكوانسي كده، بيبقى في فريكوانسي معينة للوردز بطريقة ايه الاسوسيشن رولز، بناء على اسوسيشن رولز معظم الناس اللي عملت سيرش على نفس الكلمة اللي انت كتبتها عملوا سيرش برضو وهم بيسرشوا كتبوا الكلمة اللي هو بيقترحها لك دي بعدها. طيب نتكلم بقى عن ماركت باسكت اناليسس. يعني ايه ماركت باسكت؟ اي كوليكشن اوف ايتمز اشتراها كاستمر انا بعتبرها حاجه اسمها ماركت باسكت، كان الكاستمر ده ماشي بايه بباسكت واحد واشترى كل الحاجه دي بباسكت واحد. طيب البروبوز بتاعنا احنا مش مهتمين انت اشتريت عدد قد ايه من الايتمز دي ولا مهتمين السعر قد ايه، ده بالنسبه لنا احنا يهمنا بس ايه انت ايه الايتمز اللي انت اشتريتها، لا عدد ولا سعر يفرق معايا دلوقتي. طيب فانا بعمل اناليسز للكوليكشن اوف ترانزاكشنز اللي موجوده اكيوميليتد، يعني مثلا باخد ترانزاكشنز الشهر كله مره واحده. طبعا ده بيبقى بالنسبه لي ايه داتا كبيره جدا. قال لك الداتا دي لازم تكون اوفر الونج بيريد اوف تايم، يعني لازم تكون مثلا على شهر، على 3 شهور، ممكن على 6 شهور. كل ما كان الوقت اكتر كل ما ده بيبقى بيديك ايه انديكيشن احسن. طيب الماركت باسكت ديتا اللي معانا دي هي زي الجدول ده كده بالظبط، هو ده اللي احنا الجدول ده اللي كنا اتكلمنا عليه في الاول، هو ده بعتبر كل ترانزاكشن من دول ماركت باسكت. تمام يبقى ده اسم تاني للايه للترانزاكشن تيبل اللي احنا شفناه ده. طيب
ممكن اعمل له ريبريزنتيشن حاجه اسمها باينري ريبريزنتيشن. ازاي؟ انت بتبص في الجدول اللي معاك ده، ايه الايتمز المختلفه في كل الاوردرات، هتلاقي الايتمز المختلفه في كل، يعني هتلاقي هنا اشترى عيش، هنا في ميلك، هنا في ديابرز، في بير، في اجز، في كولا. هتلاقي ان كل المشتريات عباره عن الست حاجات دول بس، فتبدا انت تعمل ايه الست كولمز دول. طيب وتبدا ترقم بقى بناء على ايه كل ترانزاكشن، 1 2 3 4 5. طيب ترانزاكشن واحد اشترى ايه من الست حاجات دول؟ اشترى حاجتين اللي هما البريد والميلك، فحط له هما وحيد والباقي صفار. ترانزاكشن اتنين اشترى بريد وديابرز وبير واكس، يبقى الاربع حاجات دول اتحطوا بواحد والاتنين التانيين بصفر، and so on لحد ما تملى الجدول ده. يبقى ده لو طلب منك باينري ريبريزنتيشن للماركت باسكت داتا بتاعتك او للترانزاكشن تيبل. ولكن احنا بنقول حاجه بقى، بنقول ان الريبريزنتيشن ده سيمبل جدا. ليه؟ لانه لا وراني لا كوانتيتي ولا برايس، وده احنا قايلينه اصلا في الاول ان احنا هنشوف حاجه سيمبل ما بتورناش لا كوانتيتي ولا برايس. طيب ايه بقى الهدف بتاعنا لحد دلوقتي؟ عايزين نجيب item sets that appear together in many transactions، يعني عايزين نوصل لمجموعه items بتظهر مع بعضها في transactions كتير جدا، عشان نطلع باستنتاج زي مثلا اللي والمارت طلعت بيه كده، ان لما شافوا ان عدد الناس اللي بتشتري الحفاضات بتروح تشتري كمان بيره، لقوا عدد كبير بيعمل كده، قاموا عاملين الحركه بتاعتهم دي ان هم حطوا البيره جنب الحفاضات، فزادت مبيعات البيره. انت بقى عايز توصل لايتم سيتس بقى، ايا كانت الداتا اللي معاك احنا عايزين نشتغل بحيث نوصل للايتم سيتس اللي بتتكرر كتير بالشكل ده، عشان ابدا اخد على اساسها ايه البيزنس ديسيشن بتاعي. طيب in other words اللي احنا قلناه ده بقى هو كاني بقول لك انا عايز ادسكفر اهم اسوسيشنز ما بين الايتمز. ده هو ده. طيب هنبدا بقى ننقل الكلام، ان ازاي افورم الكلام ده، ازاي بقى اوصل للجول بتاعنا اللي هو الايتم سيتس اللي بتظهر في ترانزاكشنز كتير باستخدام الاسوسيشن رولز. هنا ده association rule بيقول لك if x then y، قال لك لازم ال x وال y دول يكونوا disjoint item sets. زي ما قلنا ال x دي indication ان ممكن اشيلها واحط مكانها set فيها items n items عادي خالص، مفيش اي مشكلة. فال x وال y دول مش معنى كده ان هما لازم يكونوا two items، يعني دي item ودي item، لا ممكن كل واحدة فيهم set فيها كذا item عادي خالص. بس في condition مهم جدا، ما ينفعش ايتم موجوده في الاكس تكون موجوده في الواي، وزيه بالظبط ما ينفعش ايتم موجوده في الواي تكون موجوده في الاكس، يعني ديس جوينت. ليه؟ لان ده منطقي، انا عايز احلل بناء على ايه، ان اللي بيشتري مثلا بيض وجبنه بيشتري معاهم لبن مثلا، فانا علشان استفيد لازم يكون بيشتري حاجه مختلفه في الواي، ما ينفعش اللي بيشتري في الاكس يكون بيشتري في الواي، انا كده استفدت ايه؟ تمام. طيب انفورميشن تانية زي ما احنا بنقول ان الاسوسيشن رول ده بيبقى في شكل الاف زن، ولكنه بيتميز عن الاف زن بحاجة، ان الاف زن لوجيك، يعني بقول اف كذا اتحقق يبقى زن اعمل كذا، بيبقى لوجيك كونديشن. انما الاسوسيشن رولز شغالة بالبروبابيلتي، يعني هي بتتنطق اف زن، ولكن انت لازم تكون عارف ان انت مش هتمشي زي الاف زن كده، لا انت هتشتغل بالبروبابيلتي. طيب هنيجي بقى للحته اللي انا كنت قلتها في الاول، حته ايه بقى، ايه هي الحاجات بقى اللي بتتحكم في الاسوسيشن رول، تقول لي هل الاسوسيشن رول ده مهم ولا مش مهم، اللي هم حاجتين انا قلتهم السبورت والكونفيدنس. طيب في الاول في كلمتين عايزين نقول عليهم، هما الانتيسيدنت والكونسيكوينت. الانتيسيدنت ده الاف بورت اللي هو هنا بيمثل هنا في الرول ده الاكس، مش احنا قلنا واحنا بنقرا ان ده اف اكس زين واي، تمام.
يبقى الانتسيدنت هنا بيقول لك هو الاف بورت اللي هو الاكس، طيب والكونسيكوينت هو الواي. قال لك لازم الاثنين دول يكونوا ايتم سيتس ديس جوينت زي ما قلنا، ما ينفعش يبقى فيه اي حاجه كومن ما بين الاكس والواي ولا ايتم. طيب قلنا هيبقى فيه تو امبورتنت نمبرز بيتحكموا او بيدلوا على مدى قوه الاسوسيشن رول اللي احنا جبناه ده، لانك انت خلي بالك معاك داتا كبيره جدا زي ما قلنا، داتا بتاعتنا عملاقه بيج داتا، فانت هيطلع لك اسوسيشن رولز متوقع بمئات الالوف بل ممكن بالملايين. ما ينفعش ان انت تقعد تانفستيجيت كل الاسوسيشن رولز، فعشان كده لازم تاخد احسن الاسوسيشن رولز او اقوى الاسوسيشن رولز. طيب بناء على ايه هقيم الاسوسيشن رولز دي؟ قال لك في رقمين هتتعامل على اساسهم، اول رقم اسمه السبورت. طيب عشان تجيب السبورت ده في حاجه الاول لازم تجيبها اسمها السبورت كاونت. طيب السبورت كاونت ده بيقول لك يعني هات لي النمبر اوف ترانزاكشنز اللي فيها كل الايتمز اللي في الانتسيدنت والكونسيكوينت. وبعد ما تجيب السبورت كاونت ده هتقسمه على عدد الترانزاكشنز كلها، فاللي هيطلع لك ده هيبقى زي برسنتج. طيب كشرح اللي احنا قلنا ده هنشوف اكزامبل نشرح بيه الكلام ده واحده واحده شويه قبل ما نقول الكونفيدنس. انت هيبقى معاك ترانزاكشن تيبل بالشكل ده، ده في الباينري ريبريزنتيشن، ممكن يجي لك كباينري ريبريزنتيشن، ممكن يجي لك كريبريزنتيشن عادي اللي هي بتاعت الست الطبيعيه. طيب في التيبل ده كده انا مدي لك رول اهو، ميلك اف ميلك وديابرز ذن بير. حلو الكلام، جميل. الرول ده فاليد لان مفيش حاجه متكرره من الاكس هنا متكرره في الواي، جميل. مطلوب ايه بقى؟ طلبت منك السبورت. طيب قلنا عشان نجيب السبورت لازم اجيب حاجه الاول اسمها سبورت كاونت. قلنا السبورت كاونت هي عدد الترانزاكشنز اللي فيها الحاجه اللي في الانتسيدنت والكونسيكوينت، يعني الحاجه اللي موجوده في الاف بارت والزين بارت. يعني في الشكل ده كده عدد الترانزاكشنز اللي فيها ميلك وديابرز وبير التلاته مع بعض، تمام؟ يبقى عدد الترانزاكشنز اللي فيها ميلك وديابرز وبير كلهم موجودين في الترانزاكشن ده. اروح ابص على التيبل فين الروز، ابدا اعد بقى اشوف في كام رو هنا في التلاته موجودين بواحد. طيب هتلاقي ان اللي فيه بالظبط هما اتنين، اللي هما رقم تلاته ده رو رقم تلاته اهو عنده ميلك وديابرز وبير، ورقم اربعه عنده برضو ايه ميلك وديابرز وبير، الباقيين مفيش ولا واحد عنده التلاته مع بعض. اهم حاجه مع بعض، لازم التلاته كلهم يكونوا موجودين. طيب يبقى كده السبورت كاونت بتاعنا باتنين، لان احنا لقينا ايه تو روز بس في الترانزاكشنز كلهم، تو ترانزاكشنز بس. قال لك بعد ما جبت السبورت كاونت بتاعك ده تقسم على توتال نمبر اوف ترانزاكشنز، عدد الترانزاكشنز كلها اللي موجوده عندك في التيبل اللي هو هنا كام؟ خمسه ترانزاكشنز، يطلع لك ده السبورت. يبقى السبورت عباره عن السبورت كاونت اللي هو الاتنين على التوتال نمبر اوف ترانزاكشن اللي هو 5، 2 على 5 ايكوال 0.4. ده كده السبورت، تمام. قلنا في رقم تاني غير السبورت، قلنا في حاجه اسمها كونفيدنس. الكونفيدنس بقى عباره عن ايه؟ السبورت كاونت اللي انت جبته ده بس هتقسمه على سبورت كاونت الانتسيدنت بس او الاف بورت بس. يبقى تاني عايز اجيب الكونفيدنس، روح هات السبورت كاونت للانتسيدنت والكونسيكونت الاف بارت والزين بارت مع بعض اللي هم ميلك وديابرز وبير، هيطلع لك كام؟ اتنين، تمام. عايز تجيب الكونفيدنس روح هات السبورت كاونت بتاع الاف بارت بس اللي هو الميلك والديابرز، كام مره ظهر الميلك والديابرز مع بعض؟ لو بصيت هنا في الجدول
هتلاقي ميلك وديابرز ظهروا مع بعض 3 مرات في 3 و4 و5. تقسم السبورت كاونت اللي انت جبته اللي هو الميلك وديابرز والبير ده اللي هو 2 زي اللي فوق ده زي اللي كان هنا هو نفس السبورت كاونت، على المختلف بقى اللي هو ايه، ان انا جبت السبورت كاونت للايف بورت ميلك وديابرز يبقى 2 على 3 اداني 0.60. يبقى دي كده كونفيدنس. يبقى احنا اتكلمنا هنا قلنا ايه هو السبورت وقلنا ايه هي الكونفيدنس، تمام؟ طيب السبورت بيمثل لي ايه كبروبابيليتي كده؟ لو خدت بالك السبورت بيقول لي بروبابيليتي بنسبه قد ايه لو انا سحبت ايتم راندوم، سحبت ترانزاكشن راندوم كده، ان الترانزاكشن ده هيبقى فيه الايتمز دي. يعني ايه؟ يعني هنا كده 2 على 5 اللي انت جبتها دي probability ان انت لو سحبت اي ترانزاكشن من الخمسة دول، خدت رو عشوائي كده وحبيت تشوف الايتمز اللي فيه، 2 على 5 دي probability ان انت هتلاقي في الترانزاكشن ده ملك وديابرز وبير. يبقى بالنسبة لي ده probability بتقول لي وانا شغال راندوم كده بنسبة قد ايه هلاقي ملك وديابرز وبير مع بعض في الترانزاكشن ده. طيب الكونفيدنس باين من شكلها انها conditional probability. ليه؟ انا لما جبت الاول انا جبت السبورت كاونت ليهم كلهم، ايه هي عدد الترانزاكشنز اللي ظهر فيها الملك والديابرز والبير، تمام؟ بس لما جيت قسمت على ايه الترانزاكشنز اللي ظهر فيها الملك والديابرز بس، شبيهه تفكرك بالconditional probability شويه، ان هي probability of x given that y. فيبقى ده الفرق ما بين السبورت والكونفيدنس. دي برضو من الحاجات المهمة جدا تطلع بيها من الفيديو ده. طيب ليه بقى اصلا بنستخدم السبورت والكونفيدنس دي؟ قال لك ببساطة الرولز اللي السبورت بتاعها قليل جدا دي بالنسبة لي ولا بص عليها اصلا. ليه؟ دي مش مربحة اصلا. لسبب ايه؟ السبورت بالنسبة لي بيعتبر percentage، مش انا جبت عدد الترانزاكشنز اللي اشتروا الطلبات دي او اللي اشتروا الايتمز دي وقسمته على عدد الترانزاكشنز كتوتل، فدي كده لو ضربت الكلام ده في 100 دي بالنسبة لي percentage. هيقول لك كم في المية من المبيعات بتاعتك من الكاستمرز بتوعك جابوا الايتمز دي. لو الرقم ده عقلانيا كده لو هو قليل ده معناه ان ناس قليلة اللي بتشتري الكلام ده، فانا ما فكرش اصلا في الرول ده. زي ما قلنا انت هيطلع لك مئات الالاف من الرولز، لا هتقعد تمسك كل رول تبص عليه ما ينفعش طبعا. انا عايز الحاجات اللي تتباع كتير عشان استفيد منها وبيع كويس. فبالنسبة لي السبورت بستخدمه عشان ايليمينيت الان انترستنج رولز، دي مهمة برضو تكون فاهمة. يبقى السبورت دلوقتي استخدامه عشان نشيل ايه؟ الان انترستنج رولز. طيب الكونفيدنس بقى، الكونفيدنس بيقيس الريليابيليتي بتاعت الرول نفسه. يعني ايه؟ يعني انت بتقول اف اكس زين واي، الكونفيدنس في الرول ده هو probability بنسبة قد ايه الواي دي هتبقى موجودة في الترانزاكشن اللي بيبقى فيه الاكس. تاني زي ما قلنا هي conditional probability، فالconfidence هي يعني confidence الرول اللي احنا ماسكينه هيبقى بنسبة قد ايه الواي دي هتكون موجودة في نفس الترانزاكشن بتاع الاكس. نقدر نقولها بطريقة معكوسة ان بنسبة قد ايه الرجل اللي اشترى اكس راح اشترى واي في نفس الايه الترانزاكشن، تمام. طيب هنا هو قال لك دي شوية نوتيشنز بس عشان هيبدأ يتكلم بقى في حاجة. فقال لك ايه؟ قال لك ليت ان الانتير سيت اوف ديستينكت ايتمز، عدد الايتمز المختلفة اللي موجودة عندنا في السوبر ماركت مثلا
بنمثلها باي كابيتال. اي كابيتال دي ست فيها الاي 1 اي 2 اي 3 يعني فيها بريد وميلك وي 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 كل الايتيمز الموجوده عندنا في سوبر ماركت. وقال لك ليت ان الداتابيز اللي انا مسجل فيها الترانزاكشن اسمها دي. طيب قال لك ايه؟ قال لك ان دي 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 كولكشن اوف ترانزاكشنز. طبعا الداتابيز هتكون عباره عن ايه؟ كولكشن اوف ترانزاكشنز تيبل زي اللي احنا شفناها قبل كده بغض النظر شكلها بقى هل هي باينري ولا بالسيتس. طيب قال لك ايتش ترانزاكشن تي هو عباره عن مجموعه من الايتيمز اللي موجوده في الاي. ده منطقي، انا اي ترانزاكشن اي حاجه هبيعها هتكون من الايتيمز اللي موجوده عندي في السوبر ماركت اكيد. طيب كل ترانزاكشن متعلم بليبل اسمه ترانزاكشن ايدنتيفاير اللي هو التي اي دي، ده هتلاقيه موجود في كل التيبلز من اول ما بدانا شرح اهو اللي هو ده تي اي دي. طيب هنتكلم بقى ايه ان الاي دلوقتي بقت ايتم ست. ايتم ست يعني الاي ممكن تبقى مجموعة حاجات مش لازم حاجة واحدة. فممكن يكون الاي دي بتمثل مثلا بريد وميلك مثلا، او ممكن تمثل بريد بس، او ممكن بريد وميلك وكولا مثلا and so on. طيب عمل definition association rule if a then c. قال لك ان الاي الايتمز اللي فيها subset من الاي يعني الاي الايتمز اللي فيها، ده منطقي ان انا زي ما قلنا قبل كده الايتم سيتس هختارها من الحاجات البرودكتس الموجوده في الماركت اللي هو الاي، وبرده السي سبست من الاي والاثنين ديس جوينت. طالما ديس جوينت يعني الحاجات اللي موجوده في اي مش موجوده في سي، يبقى الاسوسيشن رول ده صح جدا. والاي هنا هي الانتسيدنت والسي هي الكونسيكونت. زي ما قلنا الاف بورت بيبقى اسمه انتسيدنت والزين بورت اسمه كونسيكونت. طيب قال لك الاسوسيشن رول ده، ده كل ده على فكره اللي احنا بنقوله ده دي مصطلحات نلم بيها بس الدنيا. قال لك الاسوسيشن رول ده لو ليه سبورت اس، تمام الاس دي كبروبابيلتي بقى عايز اجيبها بشكل بروبابيلتي هتبقى هي الاي يونيون سي. بروبابيلتي ان الاي يونيون سي، وده كلام يعني فاليد ومنطقي ممكن تفكر فيه واحدة واحدة كده هتلاقي ان انت ايه انت صحيح. لما تيجي تحسب لما كنا بنحسب السبورت كاونت ونقسمه على التوتال ترانزاكشنز، طب ما هو السبورت كاونت ده كنا بنجيب السبورت كاونت بتاع كل الايتمز اللي موجودة في A و C، يبقى A union C وبقسمه على التوتال يبقى هي فعلا probability A union C. قال لك طب نفس الاسوسيشن رول ده عنده confidence C. طيب confidence C دي هنمثلها بقانون عامل ازاي؟ قال لك الكونفيدنس سي هي كونديشنال بروبابيلتي، بروبابيلتي اوف سي جيفن ذات الاي. ودي ممكن تفكها بالشكل ده طبعا، انها عباره عن انك بتجيب السبورت بتاع الاي يونيون سي على سبورت الاي، ده اللي احنا عملناه لما جينا نعوض في قانون الكونفيدنس. لو رجعت هتلاقي ان قانون الكونفيدنس كان كده بالظبط، خدنا السبورت من خدنا السبورت كاونت من السبورت وقسمناه على السبورت كاونت بتاع الاف بورت بس اللي هو الاي هنا. قال لك بقى معلومه مهمه لازم نكون عارفينها، ان اي رول بيساتسفاي المينيمم سبورت والمينيمم كونفيدنس ده سترونج رول. انت في كل مساله هيبقى معاك مينيمم سبورت ومعاك مينيمم كونفيدنس. اي حاجه اي رول هتلاقيه جاب الاثنين ده سترونج رول. طيب اخر كونسبت هنتكلم فيه الايتم سيت. زي ما قلنا الايتم سيت دي هي عباره عن ايه؟ كولكشن اوف زيرو اور مور ايتمز. يعني الايتم سيت دي ممكن تكون فاضيه خالص، ولكن احنا ما بنشتغلش على الايتم سيتس فاضيه طبعا، بس ممكن تكون فاضيه عادي. طيب كطريقه تسميه قال لك الايتم سيت اللي فيها كي ايتمز بنسميها كي ايتم سيتس. فبالشكل ده مثلا لو معايا بير وديابرز وميلك دول 3 ايتمز فدي اسمها 3 ايتم سيت.
تمام. قال لك بقى حاجة مهمة جدا، definition لازم تكون فاهمه كويس. قال لك اي item set السبورت بتاعها اكبر من المينيمم سبورت اللي هو هنبقى مديه لك في المسألة دي frequent item set. يعني ايه؟ انا بقول لك المينيمم سبورت ده برقم معين، وجيت انت تتشيك بايتم سيت معينه. احنا قلنا زي ما قلنا في جزء اولاني في شغلنا هنشوف الاول عايزين نجيب الفريكوينت ايتم سيتس، اكتر ايتم سيتس بتتكرر في الترانزاكشنز بتاعتنا، الناس بتشتري الحاجات دي كتير بغض النظر عن اسوسيشن رول نفسه اللي هو مكون من اف بورت وزين بورت. انا بتكلم دلوقتي على الايتم سيتس اللي هي بتكون ايه زي الاي والسي في الرولز اللي ورا. فانا لقيت ان الايتم سيت دي السبورت بتاعها اكبر من المينيمم سبورت اللي مديهولي في المساله، ده معناه انها ايه؟ فريكوينت ايتم سيت، يعني ان حاجه الناس بتشتريها كتير جدا. يبقى ده معناه ان الايتم سيت دي القوانين بتاعتها في الاغلب هتهمني. ليه؟ ما اصل الحاجات دي الناس بتشتريها كتير، انا عايز اعرف بقى بيشتروا معاها ايه كمان. ابدا لو حطيتها في اسوسيشن رول ابدا افهم الناس بتشتري ايه مع الحاجات دي كمان. يبقى دي فكره الفريكوينت ايتم سيت، ايتم سيت الناس بتشتريها كتير، بعرف ازاي؟ بشوف السبورت بتاعها. طيب بيقول لك ان الكانوتيشن يعني السيت اللي بيبقى فيها الفريكوينت كي ايتم سيتس اسمها ال كي في الداتابيس كلها. تمام. المنظر اللي بيكون معانا بيبقى عباره عن ايه؟ انت بيبقى معاك سيت اوف ترانزاكشنز تي، شويه ترانزاكشن من الداتابيس، هي دي بتبقى التيبل بتاعك انت، يعني التيبل بتاعك كله عباره عن الترانزاكشنز دي بالنسبه لك انت، فالداتابيس كلها عباره عن الترانزاكشنز اللي هنديها لك دي. انت هتبقى عايز تجيب كل الرولز اللي السبورت بتاعها اكبر من او يساوي المينيمم سبورت، والكونفيدنس بتاعها اكبر من او يساوي المينيمم كونف. ليه؟ الرولز دي هي السترونج رولز زي ما قلنا ورا، احنا هنشتغل على السترونج رولز بس علشان هي دي اللي تهمني. وقلنا الرولز اللي السبورت بتاعها بيكون اقل من المين سب دي ويك رولز مش هبص عليها اصلا. طيب قال لك انت ممكن تشتغل ببروت فورس ابروتش، ده طبعا دي حاجه يعني صعبه جدا طبعا لان التايم بتاعها بيبقى سيء جدا، لان بيقول لك انت لو معاك عشان تجيب التوتال نمبر اوف رولز من داتا سيت فيها دي ايتمز الكومبلكسيتي بتاعتك هتبقى بالشكل ده، دي عدد الرولز اللي انت ممكن تطلعها. يعني لو الاكزامبل يعني لو معاك داتا سيت فيها 6 ايتمز عدد الرولز اللي هتطلعها لو عوضت في الفورمولا اللي فوق 602 رولز، لان انت هتقعد تجرب كل الداتا ايتمز اللي ممكن تطلعها بالترتيب كده، ايه الايتم سيتس اللي ممكن تطلعها المختلفه. فطبعا 602 رولز ده رقم مهول، انا مش محتاج ابص على كل ده طبعا. طيب فانت هيبقى مطلوب منك ان انت تعمل ايه بقى؟ تمبروف الكلام ده طبعا. فقال لك هنعمل ديكابلنج للسبورت والكونفيدنس ريكويرمنتس، هنتشيك مع الاثنين في وقت واحد بحيث نطير رولز كتير. قال لك السبورت بتاع الرول بيدبند على السبورت بتاع اليونيون ما بين ده وده، يعني لو ده السبورت ده الرول بتاعنا اكس اف اكس زين واي، السبورت بتاعه بيدبند على ايه؟ الاكس يونيون واي اللي هو السبورت كاونت اللي كنا بنحسبه الاول بعدين نقسم على النمبر اوف ترانزاكشنز التوتال. فقال لك مثلا وانت شغال ببروت فورس في 6 رولز دول كده كده هيدوا نفس الاكس يونيون واي. ازاي؟ انت معاك بيرز وديابرز، اف بير وديابرز زين ميلك، اف ديابرز وميلك زين بير اند سو اون بالشكل ده. انت كده كده بتيجي تقوم عامل ايه؟ تجيب السبورت كاونت للبير وديابرز والملك، هتلاقي ان انت في كل الست رولز دول بتجيب للبير وديابرز والملك. فاذا الست رولز دول كلهم هم ليه بقى ضيع وقت فيهم؟ فانت تروح تتشيك على الايتم سيت دي كلها
كبير وديابر زومل لو طلعت infrequent يعني مش في ال مش جايبه مش اكبر من المينيمم سبورت، يبقى ال 6 رولز دول كلهم هرميهم مش هبص عليهم، يبقى انا كده بقيت افكتيف اكتر. طيب كا اكزامبل مثلا احنا زي ما قلنا دلوقتي احنا هنشتغل بطريقتين الفريكوينت ايتم سيت جنريشن والرول جنريشن. زي ما قلنا احنا حاليا كل الكلام اللي اتكلمناه كنا ازاي هنشتغل في الفريكوينت ايتم سيت اخر كام سلايد دول، ازاي ان احنا نحاول نطير عدد الرولز، لان الرولز جنريشن لما جربنا نشتغل بروت فورس لقينا ان عدد الرولز الستة ايتمز وصل 602 رولز، فقلنا لازم نطير الكلام ده. فهنطيره باستخدام ايه؟ ان احنا نجيب الاول فريكوينت ايتم سيت، الايتم سيت اللي هنلاقيها مش فريكوينت هطير الرولز كلها بتاعت الايتم سيتس. طيب ده اكزامبل للفريكوينت ايتم سيت، هبدأ بيه ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.